السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، في صحه جيده، اموركم كامله يا ربي تكون مزيانه. ومرحبا بكم في قناه سميره فاميلي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، فيديو متميز، طويجين من الطويجنات المولفه كنعودكم انني كنقدمهم لكم. طويجين بالدجاج، بالخيطه ديال الدجاج والصفرج المعسل، كيجي غزال بزاف، كيجي بنين بطريقه مميزه. كيفاش كنعسل الصفرجل؟ نتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه في المنازل ديالكم بصحتكم وراحتكم. شكرا بزاف بزاف على حسن المشاهده. ما تنسونيش من اللايك وبارطاج القناه ديالي مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، وخليوا لي لايك باش تشجعوني وكومونتير، ونبقاو ان شاء الله مع المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا طريفات ديال الفخاد ديال الدجاج بحال هكذا، واحد جوج بصلات متوسطين، بصله بيضاء وبصله حمراء، نديروهم فوق من الدجاج بحال هكذا. نستعمل دابا انا يديا، يعني انا غادي نصب معكم الطويجين وفي نفس الوقت غادي نقول لكم المقادير اللي غادي ندير فيه. بسم الله، بحال هكذا. عندي هنا جوج دروس ديال الثومه، حتى هما غادي نضيفهم على هذا الدجاج والبصيله. بالنسبه للتوابل، عندي راس معلقه صغيره ديال سكينجبير بحال هكذا، راس معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي اولا الكركم. كيف ما كتلاحظوا في النصيب ديالي انا راه ما كندنش الملون، ما كنستعملوش. راس معلقه صغيره ديال الابزار وشويه ديال الملحه، ما تكتروش، يعني انا غسل الدجاج بالملحه. صافي، نديرو الطويجين ديالنا بحال هكذا، نشعلو عليه ونخليوه يتشحر مزيان ونتلاقاو ان شاء الله. وهذا هو الشكل ديال الطويجين ديالي من بعد ما تشحر مزيان وتقلى مزيان، راه تقريبا بدا كيدخلوا الطياب، راه ما زدت ليه لا ما لا حتى شي حاجه، يعني راه كيطيب غير بديك البصيله ديالو بحال هكذا. نزيد له واحد 20 دقيقه هكذاك بيد ما يزيد يكمل الطياب ديالو، وان شاء الله يكون موجود. بالنسبه للسفرجل، شوفوا معايا كيفاش غادي ندير نطيبو. عندي هنا المغليان، درت كاس ما فيها المغليان وقطعت السفرجل بحال هكذا وفلحته من الجناب. صافي، هاد الماء درت فيه شويه ديال الملحه، صافي ولوحات السفرجل هذا ونخليه يطيب بحال هكذا. نغطي عليه واحد 10 دقائق ولا 20 دقيقه على الاكثر، وعاد ندوز ان شاء الله باش نعسلوه. بالنسبه للطاجين، كيف ما قلت لكم انا باقا ما درتش ليه الزيت البلديه ولا زيت الزيتون ولا زيت المائده، دابا غادي نضيف ليه واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. صافي، ونخليه ان شاء الله كيف ما قلت لكم يكمل الطياب ديالو. بعد ما طاب ليا السفرجل ديالي مزيان، زدت عليه راس معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه وسكر، اللي بغى يدير سكر سانيدا، اللي بغى يدير سكر طوب، انا درت هنا السكر طوب. صافي، ونخليه يتعسل على نار مهيله بحال هكذا، وندوز ان شاء الله للطبق النهائي. بالنسبه لواحد السر اللي كيجيبني به السفرجل الليلي بنين بزاف وغزال، وانني كندير معلقه صغيره ديال الزبده كيعطي واحد اللذه واحد المذاق اللي رائع بحال هكذا. صافي، ونخليه يتعسل. ورجعت لكم من جديد في الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ولا ديال الطويجين ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي اكثر من رائع. شوفوا تبارك الله المريقه ديالته، السفرجل تبارك الله معسل، ورافقته بشويه ديال الفريت من الفوق. نتمنى يا ربي الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتجربوها بالطريقه ديالتي. شكرا بزاف بزاف على حسن المشاهده، ما تنسونيش من لايك وكومونتير، وخليوا لي باش تشجعوني.
وشكرا بزاف بزاف، شهيتكم طيبة. إلى اللقاء، فيديو قادم، وصفة قادمة إن شاء الله.